أعلنت شركة تويتر عن تعطيل آلاف الحسابات المزيفة التي تستهدف الترويج للرئيس رجب أردوغان وتستهدف معارضيه. شركة تويتر قالت في بيان لها إن أكثر من 32 ألف حساب تم حذفها بسبب انتهاكات لسياسات التلاعب بالمنصة، من بينها 7340 حسابا تركيا. وأوضحت تويتر إن حكومة أردوغان استخدمت نشاطا افتراضيا منسقا في إطار حملة الدعاية المركزة التي تستهدف الرأي العام المحلي. ووفق تحاليل المؤشرات الفنية وسلوكيات الحسابات، فإنه تم استغلال تلك الحسابات للدعاية لصالح أردوغان وتحسين صورته لدى الجماهير التركية، إضافة إلى الدعاية لسياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم ومهاجمة المعارضين والناشطين الحقوقيين والصحفيين. ولفتت شركة تويتر إلى أنها رصدت شبكة من الحسابات المخترقة المرتبطة بمنظمات تنتقد أردوغان وأداء حكومته، حيث كانت أهدافا متكررة لعمليات قرصنة من جانب الجهات الداعمة للحكومة التركية. مراقبون قالوا أن الحكومة التركية قامت بذلك واستخدمت حملات مزيفة في محاولة لدغدغة مشاعر الرأي العام التركي خشية خسارة متوقعة في الانتخابات المقبلة. وكان حزب العدالة والتنمية قد مني بفشل ذريع بعد خسارته لأهم مدينتين وهما أنقرة واسطنبول في الانتخابات المحلية في العام الماضي. وأضافت شركة تويتر في بيان لها إن الإشارات التقنية تشير إلى شبكة مرتبطة بجناح الشباب بحزب العدالة والتنمية التابع لتنظيم الإخوان الإرهابي التركي. تجدر الإشارة إلى أن باحثين في ستانفورد قالوا إن شبكة الحسابات هذه نشرت 37 مليون تغريدة، وهذا ما اعتبره مراقبون مؤشرا واضحا يكشف زيف الدعاية التركية.